من اولها من اولها طلعت بره الكادر، قالوا لي حسن ابو الروس، قلت الحلقه هتبوظ. ايه حسن ابو الروس الحلقه هتبوظ. طب انا جاي اقعد ساكت، لازم اقلب لك الدنيا، اجي اقعد ساكت. ايوه عايزك تاخدي تدي معايا كده كده بهجوم كده، ما احنا هناخد رينج مع بعض دلوقتي. امال احط لها المايك ما بتغنيش. ما بغنيش، هو الناس دي بيغنوا. اخبارك ايه؟ حسن ابو الروس منورنا، نورنا في ليله الخميس، ودخولك دايما عامل قلبان وعامل دوشه وشيكالاستيك. اولا يعني ايه شيكالاستيك؟ بصي، هي ما ينفعش تتسرح، يعني هي كلمه ما ينفعش تتشرح، هي بتتحس كده يعني. مثلا مش عارف معناها صح، هو شخصيا مش فاهم يعني ايه الجاكيته. مثلا الجاكيته ايه؟ شيكالاستيك. شيكالاستيك قوي بس فهم ايه حاجه كده، حاجه حلوه. ايوه حاجه حلوه، حاجه مميزه، حاجه كده، حاجه شيكالاستيك. هو كلمه اختراعه اكيد. ايوه هي كلمه من اختراعي فعلا، هي بتعبر عن اللايف ستايل بتاعي اللي هو واضح طبعا جدا، مش محتاج تقوله بالظبط. بالظبط. بتجيب بقى المصطلحات دي منين؟ لا هي بتجيلي كده روحش جايبها انا. طب انت داخل النهارده علينا بايه؟ في مصطلح جايبه معاك وانت جاي؟ هيجي بقى في الحلقه. انت بقى ما بتدس على زرار كده. ماشي.